العيد ما يحلاش غير بحلويات العيد. تعالوا بقى نجرب كحك العيد بتاع العبد. ده كده شكل العلبة. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اهو الكحكاية تقريبا ناعمة جدا جدا، علشان يعني حاسة ان هي مكسورة كمان. بصوا علبة فيها كيسين سكر اهم. الحلو اللي في العلبة دي حاجة عجبتني قوي. بناخد الكيس بتاع السكر بنفضيه هنا وبنحط كده نرش ايه على الكحك. تاخد كيس سكر واحد. يلا بينا بقى نرش. ناخد بقى الكحكية بتاعته، ريحتها تحفة، ريحة السمنة البلدي باينة فيها، بس طبعا لسه ما شفتش طعمها. بص بقى الرشة دي، شايفين بقى اهو حللنا المشكلة بتاعت السكر. عايزة بقى تزودي سكر تنقصي سكر، انا بالنسبة لي كده حلو. الكحك اولا ما فيهوش سمسم، متعوده ان الكحك لازم يبقى فيه سمسم وريحه الكحك والكلام ده كله. لا انا دقت الكحكايه من اولها لاخرها ما فيهوش سمسم خالص. طبعا مش معموله بالسمنه البلدي صافي، لا محطوط فيها سمنه نباتي، مخلطين اتنين على بعض، وزي ما قلت لكم السمسم مش موجود. حجم الكحكايه حلو، التسويه بتاعتها حلوه، ريحتها حلوه، فيها سنه احمرار من فوق، التسويه بتاعتها حلوه، واخده السوى المظبوط، تخمير المظبوط. تعالوا بقى اقول لكم ايه اللي انا لاحظته في الكحك. اول حاجه يعني اكتريه الكحك اللي في العلبه متشقق بالشكل ده، مكسر يعني. بصوا اكتر من واحده اهو، جيب تاني، ده كحك بعين الجمل، فاكتر من واحده كده مشقق. الكحك ده كيلو، العلبه دي عامله 220، ده كحك عين جمل. تمام، بالنسبه للاسعار اللي انا شفتها فهو حلو جدا جدا عن الاسعار التانيه العاليه جدا، يعني ياخد 7 من 10، مع اني انا مبسوطه جدا جدا بالفكره اللي هو عاملها بتاعت السكر دي، حلت لي المشكله اللي عندي. بس كده حبيت اقول لكم كل حاجه شفتها، وكل سنه وانتم طيبين.